ألا ترى أن حال المعلم في مصر وتدني مستويات الأجور والحوافز التي يحصل عليها وضعف الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية التي تقدمها الدولة والحكومة لهم يؤثر على وضع المعلم في المجتمع والنظر إليه باعتباره صاحب وظيفة متدنية القيمة؟ النهاردة المعلم بيتقاضى ضعف ما كان يتقاضاه من 10 سنوات في صورة. يا فندم انا اعرف معلمين بياخدوا 385 جنيه في الشهر شامل مكافئات الامتحانات. عظيم. وحضرتك من هم في درجته في مصلحه حكوميه اخرى بالكامل؟ حال المعلم افضل بكثير من شرائح اخرى في مصلحة. ده تقريبا بقاله 7 سنوات يا فندم معلم. يعني لكن شوف زميله اللي موجود في مصلحه حكوميه ما تهجدش ان هو ارتفع مرتبه الى هذا. وطبعا ده مش نهاية المطاف، لكن تعرف ان انا عشان ازود مرتب المعلم 10 جنيه في الشهر محتاج ايه؟ محتاج الى 1.2 مليار جنيه 10 جنيه بس في الشهر. احنا بنحاول ان احنا نرفع مكافئات المعلمين والمزايا اللي بياخدوها المادية، لانه طبعا المهم في النهاية الدخل ايا كان المسمى انه مرتب اساسي او مكافأة او حافز الى اخره، حتى نحفظ لهم حقهم في حياة كريمة ونوفر لهم المستلزمات الأساسية لحياتهم. كنا نتمنى ان احنا نفعل اكثر من هذا، انما احنا بندافع على هذا في اطار ايه؟ اطار الموارد المخصصة لنا او المتاحة لنا من الدولة. وده بيتم في اطار الموارد اللي الدولة اللي بتحصل عليها وفي اطار عوائد التنمية. الامر الثاني انه ما نقدرش نعمل فجوه بين النظام الوظيفي في مصر كلها، ما نقدرش نضعف مرتبات فئه من المجتمع ونترك الفئات الاخرى. في زيادات حصلت مثل هذه الزيادات طرأت على جميع موظفي الدوله. يعني الحقيقه كنا نريد للمعلم كدر خاص زي كدر القضاء زي كدر رجال الجمال، هي الكدر الخاص. حال المعلم يجب ان يتغير، وان هو ايراداته الماليه يجب ان تكفيه ليعيش بكرامه وما يتجهش الى اتجاهات غير شرعيه عشان يحصل على قوت يوم. واتفق معاك ومع المجتمع ان بالعدد اللي احنا بنتكلم عليه 2000 مدرسه في السنه، انت محتاج الاف عشرات الالاف من المدرسين سنويا. المصنع اللي بيطلع لك المدرسين لازم ننظر اليه، لان في نهايه الامر المدرس اللي انت حطيته في مكان عملي ده خلاص بقى هو المربي وهو رائد التنوير وهو اللي هياخد المجتمع ده يشد الاعلى. المدرس ده اهم وظيفه في المجتمع المصري. لفائده من المعلم جاي الفصل هو محمد بمشاكل مصاريف ولاده ومصاريف البيت والغلاء والحاجات دي كلها. المعلم مش فقط الطبيب بياخد 120 جنيه في الشهر 140 جنيه في الشهر. المهندس، هي الحقيقه لابد من نظره شامله للامور في المجتمع بصفه عامه، بس برضه هنرجع نقول الموارد، انما نتيجه يعني كل المجتمعات بتعمل ايه؟ لابد ان كل فتره واخرى يبقى في موازنه بين الاجور والاسعار. فلابد ان المواطن المصري من اجل ان يعيش حياه يعني طيبه لابد من ان يحصل على اجر جيد يقدر يواجه به الطفره المستمره في الاسعار. انما بالنسبه للمعلم شانه شان الاخرين، ما بياخدش طبعا حاجه جدا، ما بياخدش مرتب معقول، طول النهار مطالب انه يبقى موجود في المدرسه، طول النهار مطالب انه مش عارف يعد بالدروس، طول النهار مطالب انه له متطلبات عائليه واسريه واجتماعيه، فما بيقدرش. فانا هعمل كروس او هعمل عبور، قطعا السؤال عايز اساله بعد كده، بيضطر انه يلجا للدروس الخصوصيه عشان يغطي احتياجاته الشخصيه واحتياجات اسرته واحتياجات اللي موجوده في المجتمع. فطبعا انا اتصور ان لو ارتفع اجر المعلم، وده لازم يرتفع، ان ظاهره الدروس الخصوصيه سوف تقل كثيرا. فلابد اساسا اصلاح الحاله الاجتماعيه للمعلم، بحيث المعلم يخش الفصل وهو غير حامل لاعباء معيشيه لا يقدر عليها، وغير حامل لاي ظروف الا ظروف التدريس للطلبه. لازم في نوع من التنسيق بين الارتفاع في مستوى اجور
كل العاملين في الدولة. ما يمنعش ان يبقى فيه مزايا اضافية للمعلم بصفته يعني صاحب اشرف وانبل رسالة. النهاردة عندنا المجتمع الناحية العلمية متدنية فيه. النظرة الى الناحية العلمية في المجتمع متدنية فيه. لذلك لما من اسس النهضة العلمية ان يكون مجتمع علمي. يعني مجتمع يقدر العلماء والمدرسين. يعني زمان كان في مثلا علمني حرفا صرت له عبد. النهارده هذا المثل موجود ابدا. النهارده التلميذ بيتطاول على المدرس وفي المجتمع ملوش القيمه اللي هو ينظر اليها. فاصبح المجتمع النهارده لابد ان يكون مجتمع علمي لغير نظرته بالنسبه للمدرسين والعلماء. وبهذا الطريقه يحصل رد فعل من المدرس الى انه يدي اللي عنده.